ما حد يقدر يسوي شيء. تمام، أقرأ الكيسات، بلشوا. تمام دكتورة، راح أقرأ الكيس أنا. عفو عباس، أقرأ الكيس واشرح لهم يا عيني. ماشي، تمام دكتور. يلا عيني. برزنت، هو هذا أول كيس. Dear Smith, presenting complaint today history of diarrhea 6 times a day. وهذا يعاني من الدياريا اللي هي الإسهال 6 مرات باليوم and associated abdominal discomfort. يعني يحس بعدم الراحة بالأبدومينال، يعني ألم هيك بين. No recent holiday، يعني ما شلون ما طلع سفرة أو هيك شيء، ما أخذ عطلة. Head take away from dinner 2 days ago. Past medical history osteoarthritis hypertension gallstone. إنه الباس ميديكال عنده شنو؟ التهاب هشاشة العظام عنده، عنده هايبرتنشن، عنده جالستون. دراج هيستوري عنده الباراسيتامول الداي هيدرو. دكتور هذا ما ينشاف اسمه، هيدروتين هيدروتاين ما اعرف شنو. دكتور هاي الاسماء بعد ما مبينه. برهن. No known allergic family history nail. Social history live with the wife retired teacher smoke 10 cigarette شنو daily. يعني ما واضح عباس؟ شنو ما واضح؟ دكتورة بس هاي الأدوية ما واضحة، بس قريت واحد من عندهم باقيات ما أصلا. انترافينوس منطي انترافينوس فلويد وادميتد ميديكس وباراستامول. تمام دكتور، براسيتم. Social history live with wife و retired teacher smoking 10 cigarettes. إنه هذا يعيش ويا زوجته، هو مدرس متقاعد ودخن 10 سيجارات باليوم. Examination عند ال respiratory rate 14 يعني normal plus البلس تقريبا هم normal نقول. وستي ستي شنو هذا؟ صلاة ما أعرف شنو هذا دكتورة. يعني هنا 100 والبلد بريشر 100 على 58، 100 على 58، وعنده تمبرتشر 38.3. تمبرتشر يعني نورمال، اللي بلد بريشر هم لا مو نورمال. هنا البلد بريشر عنده بعد شنو؟ هارت ساوند نورمال عنده، والتشيست هم كلير هم نورمال يعتبر، والابدومينال سوفت بات جنرالايز تندرنس. عنده تندرنس هنا. البلين اللي يعني الخطة العلاجية عنده الاي بي فلويد والادميت ميديسين ميديس والباراسيتامول وماينيد سايد روم. وهذا شوية الخط مو واضح ابد. المهم انا راح أبل يعني اوضحه اكثر، انه هذا عنده اول ما منذ يومين يعني عنده دياريه. نعم دكتور. شنو اكو شيء ما واضح قريت؟ شنو اللي ما واضح؟ دكتور هو الخطأ هذا كله ما واضح، كلمات ما قريتها أصلا. شنو هو ما واضح؟ خلي وياك، شنو ما واضح عيني؟ دكتورة بس الفاميلي هيستوري ما عرفت هاي شنو هي. دقيقة، أنت قلت أكو شيء ما واضح بالنسب، خلينا نحسب النسب. ها النسب هاي 100%. هاي ساتوريشن، هم ما أعرف شلون كاتبينها. تمام دكتور. هي عبارة عن مختصرات. هذا الطبيب المقيم الأقدم هو اللي كاتبهن. تمام؟ تمام دكتور. من خلال هذا عباس ايش ده تشوف؟ شنو اكو خلل؟ شنو الخلل بيه؟ هنا هو أولا عنده هنا الأدوية اللي ياخذها
وعند عنده شوية أدوية، وعنده ثاني شيء الباث ميديكال، عنده أكثر من مرض. بالنسب شنو المو طبيعي ده تشوفه؟ ها بالنسبة عنده تمبريتشر عالي، تمام، اوكي الهارت ريت والبلد بريشر، بلد بريشر أعتقد مو طبيعي، هنا نورمال. وعند ال respiratory rate هم نورمال، البلس هي تقريبا البلس هم أعتقد هم نورمال، نورمال. هي كلها نورمال دكتورة، اي بس بس ذني اي نعم نعم تمبريتشر نعم والبرجر. كمل عين. هذا كمل دكتورة الكيس، يعني لو أوضحه بعد يعني شوية لا صار خلل بي. هو واضح، هو واضح، بس اريد احد يشاركنا بالحل. شكرا عباس، خلي العفو احد دكتور. يشارك بالحل. عيني أشارك دكتورة؟ يلا عيني يلا. تمام. السؤال الأول، what person protection method will you employ when you get to see this patient؟ يعني يقول شنو هي البروتكشن، الطرق اللي أنت ممكن تحمي بيها نفسك من تروح لهذا البيشنت. أكيد هنا يعني راح ناخذ إنه avoid close contact، يعني شلون يعني نلبس ملابس تكون معقمة، الماسك الفيس ماسك، ستيرلاي كلوفز يعني نعقم الكفوف اللي نستخدمها، بالإضافة للفاكسينيشنز اللقاحات، تكون ايوه عبارة عن كلوز كونتنت عن البيشنت. اوكي. إيه هسه انت ذكرتي الجلوفز والابرون، ايضا الوش هاندز بيفور اند افتر كونسلتيشن، اوكي، بالسواب والووتر والكحول، مو نعم بعد؟ دكتورة. ستيرلاي كلوفز. يس. اني اكويبمنت، دكتورة أقرأ ثاني. any equipment used، okay، نعم أي دكتورة. شيء يتعلق بي نسوي له wash. أيضا الهاندز قلنا، والكلوز، والأبرون. أبرون يلا عيني الورا دكتورة أقرأ. يلا. In addition to the information from the clerking, what other question would you like to ask in your history to establish the likely cause of his symptoms? دكتورة ممكن أسأل إذا هو يعني كان مستخدم أنتي بايوتيك، لأنه هو صار عنده دياريا أو يعني بلاد إن دياريا، فممكن يعني هذا الشيء مرتبط إنه يعني أنتي بايوتيك، لأن نعرف إنه الأنتي بايوتيك يعني استخدام هازاردلي او يعني انتي بايوتيك، يعني هم طلب المحاضره 4 يمكن هذني يسبب ان سيدو من برينوس كولايتس، فيعني ممكن اسئله هيك شيء، وحده من عندين الدكتوره البنسلين يعني ممكن يسبب، فاسئله يعني اقول مثلا انت ما اخذ قبل انتي بايوتيك. ممكن اذا البيبل نشوفه انويل، ممكن اذا اكو كونتاكت، ممكن اذا يكون ترافل مسافر، نعم دكتوره وايد اسئله، مثلا فيري اخر واتس فتره، اف اي سمول، دكتورة مثلا اخر فترة واتسترا، وين انتوا كان؟ تعرفوها، انتوا تعرفوها، هي واضحة يعني. نعم دكتورة. تمام اقري لنا اللي بعدها. Using the clearing notes and the addition history above, please complete the DV patient assessment emergency department AMU pathway. What advice is recommend for this patient? دكتورة بزن دكتور مختصرات ما عرفت يعني دي في بيشنت. دياريا اند فوميتنج، يعني اسهال وتقيؤ. دكتورة والام يو. ما عليكم بهن، هذن نعم المختصرات ما دكتورة. عليكم بهن اصلا، هن نعم بهن دكتورة. هاي موجوده بدايه العفو بدايه المحاضره، اللي هي اكيوت ميديكال يونت، هاي الام اي ام يو. دكتورة stop irrelevant in antibiotic stop smoking have balanced diet. دكتورة يعني تم بالدايت مالتي، يبتعد عن السموك، good hygiene condition after using toilet. يعني دكتورة يعني نقدر نقول انه يعني شلون. نسوي له بما معنى نسوي له نعم ايزوليت نعم وين دكتورة. انسايد روم، اوكي، ونخلي له سبيشال باث روم، تمام، يعني ايه سبيشال دكتورة، لأن احتمال تواليت. يصير عدوى لبقية عائلته يعني. اي اوكي. وبعد ايه دكتورة avoid close connect with other family. تمام نعم دكتورة. احلل بعده. خليني بعد يلا يلا عيني احل السؤال الرابع اني يعني لو هو. خليني اشوفكم دقيقة واحدة.
يلا انتي. صفا صفا Okay. يلا. Having clerked this patient, what investigation would you like to request to aid your assessment for his condition? For each, explain what you are looking for. يعني أريد من عندي شنو ال investigations اللي أطلب من عندها أطلب أسويها للمريض حتى يعني أكد مات ال شو اسمه assessment. أول شي راح نسوي له stool culture. stool culture معناته ناخذ sample من ال من الستول مالته اللي هو عنده دايريا يعني، وأحطها بسبستنس وأشوف إذا أكو جروث، إذا أشوف إذا أكو جروث للبكتيريا اللي ممكن تسبب لي هذا الإنفكشن. وهم أسوي له count blood test على مود شو اسمه على مود اللوكوسايتوسيس، على مود شو اسمه يعني أشوف إذا أكو نشاط للإنيت إميون سيستم. هم أسوي له سي آر بي عنده دور على البكتيريال إنفكشن. هذا السي ار بي هو عبارة عن تيست البروتين معين اسمه سي رياكتيف بروتين، هو هذا نورمالي موجود بالليفر، بس من يصير اكو انفكشن او انجري بالجسم شو اسمه هذا البروتين اللي بالليفر ينطلق للبلاد ستريم. هو هاي كل تيست وكل الفائدة مالته. اوكي. واضح صوتي؟ اي واضح صوتك. الزملاء ايش يسمعون؟ بس سمعون. نعم دكتورة واضح. نعم دكتور. تمام واضح الجواب؟ تمام. يلا صفاء بعد أيوة واضح. جميل. Stool investigation come back positive for Clostridium difficile. What type of bacteria is the C. difficile? البكتيريا C. difficile هي عبارة عن gram positive fruit، يعني صار مثل عصوية، هي ما تشكل بس اسمها كلوستريديوم نعم؟ ديفيسيلي. اسمها كلوستريديوم ديفيسيلي، مو ديفيسيل. What type of bacteria is C. difficile؟ هي البكتيريا هي gram positive fruit والشكل مالتها بس اللاين. بعد من مواصفاتها، بس هاي اللي اعرفها. بعد بيها زملائك white types وكل type يسوي disease معين، بس هذا بغير سؤال يعني ما ادري. اي هذا بغير السؤال. ماشي صفاء شكرا. احد يضيف لنا على هذا السؤال؟ دكتور اضيف؟ يلا دكتورة، هاي النوع من البكتيريا تكون ماتايل وتكون عبارة عن سبور فورمينج، يعني تكون هاي السبور، هاي السبور تساعدها انه من تدخل للجسم يعني شلون تحميها حتى انه تكون الديزيز، اوكي زين. وهي بوزيتيف جرام، بوزيتيف جرام بكتيريا، ومثل ما قال الصفا روت شيبد لايك يعني باس اللاي، ويعني هنا ذن صفاتها. ليش هي تعتبر pathogenesis أو pathogenic bacteria؟ ها أحد الدكتور لا تأذي، تأذي طبقة الميوكس. يعني ليش، شنو السبب اللي يخلي هذه البكتيريا تكون pathogenic bacteria؟ دكتورة يعني هي عندها ميكانيزم تقدر انه من خلالها تدخل دكتورة للإنس سيستم يعني وتأذي. تفرز توكسين وهي شي يعني هي تسوي خبرها. احسنتي. اي نعم بروديوس توكسين انزايم هم عندها نعم از اكزوتوكسين انتوتوكسين باثوجينيك او باثولوجيكال بروسس. هي دكتورة عندها نعم دكتورة تفضل. نعم شلون شلون ليش تعتبر مو نورمال فلورا، يعني ما تعتبر طبيعيه، ما نقدر نعتبرها طبيعيه لان تفرز توكسينات. اوكي هي هذه اللي هي تكون جزء من العمليه الامراضيه بالاضافه الى هي اوبليجيت ان ايروبس. اوكي جرام نيجاتيف سبور فورمينج رودز ذني من مواصفاتها. عرفتوا من عيني؟ نعم دكتور. شيرين عندك اضافه؟ دكتور عندها اكسوتوكسين اي واكسوتوكسين بي، تسبب انترسايتوسيس واكسايتو توكسيس. ايش هو خربطت انترتوكسيس وسايتوتوكسيس. نعم دكتور. اللي بعده دكتور. ها عيني يلا يلا. السادس كلوستريديوم ديفيسيلي ماينر كومبايننت اوف نورمال فلورا اوف large intestine. What element of the innate immunity normal
prevent infection occurring with regret to bacteria in large bowel. هنا يقول انه شنو هي يعني شنو الوسائل الدفاعية ضمن النت اميونيتي اللي راح المفروض نستخدمها حتى شلون نتخلص من هاي البكتيريا او نمنحها هاي البكتيريا. احنا عندنا اول شيء الميوكوزا اسوشيتد لمفود تشو. هاي الميوكوزا عباس شنو هي؟ احنا قلنا هسه الفيرست لاين اوف ديفنس هي النت باريرز. النت باريرز شنو هاي الباريرز؟ تقدر تعدد لي اياهن دكتورة؟ عندنا الأول شيء السكين، هذا يعتبر النت، وعندنا الحوامض ال HCL الموجودة والميوكس اللي موجود بالستومج والميوكس أيضا الموجود بالأورال والموجود بالريسبيراتري، هذا يعتبر، والأسيد اللي موجود بالمعدة قلتها، هاي النيوتروفيل، نيوتروفيل هاي الخلايا هم تعتبر نون سبيسيفيك، فهي هم تعتبر من النت اميونيتي. هاي هي دكتور. تمام. دكتورة واللي شو اسمه السلايبة واللي التير الموجودة بالعين هم تعتبر. اوكي تمام، بس هي مبدئيا كتيبيكال انسر، يعني لما يجيب لك ال كويستشن يعني زين، ان الفيرست لاين ديفنس هي النت باريرز. من يريد الباريرز منك لازم تقول لي اول شيء عندنا دكتور فيزيكال أشارك؟ بارير. ها عيني دكتور أحكيهن؟ عندك اضافه يعني؟ إن هذا اللي شو اسمه الباريرز؟ يلا عيني يلا عباس. عندنا الفيزيكال، فيزيكال عباس نصور. نعم عندنا الفيزيكال باريرز، فيسيولوجيكال بارير، وعندنا الكيميكال باريرز، وعندنا البيولوجيكال باريرز. نعم عندك فكرة شنو الفيزيكال مثلا؟ عندك فكرة هيك فكرة بسيطة يعني؟ ايه دكتورة، موجود بيه السكن، موجود بيه الميوكاس ممبرين، وهذا الميوكاس ممبرين موجود بالموث، بالريسبيرتوري تراكت، والجي اي تي تراكت، وباليورناري تراكت، وعندنا بعد السلة. تمام زين. بالنسبة للفسيولوجيكال، فيسيولوجيكال دكتور نقدر نقول دياريا اما تسموه بالطعام، او نعم الفوميتنج اما تسموه بالطعام، وعندنا الهيباتيتس التهاب الكبد والكف نيمونيا تمام دكتور النذن، وعندنا بعد بالعين ملتحمة العين نعم نعم صحيح. هواية هواية هنا يعني أمثلة عليها. دكتور بالنسبة للكيميكال يا عباس، دكتور عندنا البي اتش اللي هو بي اتش، وعندنا الانتي مايكروبال موليكيول، اوكي تمبريتشر. نعم تمبريتشر هم يعني تمبريتشر. اوكي زين. بالنسبة للبيولوجيكال بارير شنو تعليقكم عليه؟ دكتور نقدر نقول بيها نورمال فلورا. نعم اي اكيد، لأنه أكو هناك عدد كبير من البكتيريا هي تكون يعني غير ممرضة نقدر نقول عليها، ف making up normal flora اللي موجودة وين مثلا؟ بالسكين، بالماوث، من نيزوفارينكس، جي اي تي تراكت. نعم دكتور. شو تسوي هذه normal flora؟ جاوب دكتورة. يلا يلا هي مشاركة، احنا كنا دا تمام دكتورة، هاي النورمال فلورا يصير بيها تضاعف مالتيبليكيشن، حتى شنو ما تخلي مجال او سايت للباثوجين يحتل هذا المكان ويسوي لنا انفكشن. وثاني شيء هي تستغل الريسورس اللي يعني التغذية تستغلها، حتى هم ما راح تسمح لهذا الباثوجين يستغلها وهم يسوي لنا انفكشن. هاي اهم يعني ميكانيكي نعم ميكانيكي يعني اللي هسه يستغل. احنا شو نقول انه النورمال فلورا شبيها inhibit the ability of potential pathogens to multiply and causes disease. شلون؟ عن طريق شنو؟
عن طريق مثل ما قال زميلكم competing for attachment site وعن طريق أيضا resource أو resources. تمام؟ عرفتوا شنو هن عين الباريرز؟ الانيت باريرز شنو هن؟ من يعيد لي اياهن؟ بس تعداد شنو هن؟ منو هن؟ غير عباس وعباس البنات زينب سلام. نعم دكتورة. يلا عيني عيدي لنا اياهن شنو هن الانيت باريرز؟ دكتورة الفايسيكال باريرز الفايسيولوجيكال باريرز الكيميكال والبايولوجيكال باريرز. زينب كملي لنا زينب. نعم دكتورة. دكتورة عندنا السبعة يوز أو لا مو سبعة هو شو اسمه الجواب أكمل الجواب مال السادس. يلا يلا. تمام. هو وضحها عباس. تمام. هنا الانت اميون سيستم إنه يعني تكون عندنا مثل الموكوزا هو إحنا هم يعني ذكرناها بالبريار الموكوزا أسوسيتد وذ لينفويد تيشو يعني هم عندها فد وظيفة مثل الدفاعية عن الجسم يعني من الانت اميون سيستم الليمفوسايت النورمال فلورا أكيد الدايوريا هن هذن والفايسيكال باريرز يعني بشكل عام ذكرهن زميلي. اي اكملي بعده كملي لنا اي النقطه اللي بعدها. يوز اوف ذا سام انتي بايوتكس از لينكد تو انكريز ذا سكسبيليتي تو كلوستريديوم ديفيسلز انفكشنز وات از ذا ميكانيزم بيهايند ذس. يقول هنا عندنا نعطينا انتي بايوتيك تزيد من السكسبيليتي تو كلوستريديوم ديفيسلز انفكشنز وشنو هي الميكانيزم اللي وراها. السي ديفيسل از ا ماينر كومبوننت اوف ذا نورمال فلورا of the large intestine when antimicrobial treatment suppresses a more predominant species in the community. هنا عندنا السي ديفيسلز بروليفريت. ها يعني هنا السي ديفيسلز هي ليش تكون يعني هي مو احنا السي ديفيسلز واحده من الامراض اللي تسويها انه هي الانتيبايوتيك اسوسييتد دايوريا يعني هنا مو يعني راح المريض من ياخذ عنده انتيبايوتكس وهو عنده اميون كومبرومايزد سيستم يعني عنده ضعف بالاميون سيستم هاي السي ديفيسلز ايش راح تسوي؟ راح تورى هاي النورمال فلورا الموجوده هسه مثلا بالكولون النورمال فلورا الموجوده فبالتالي راح تسوي لنا امراض يعني عن طريق التوكسين مالتها يزيد البروليفريشن مال اي دكتور هي راح تبدي يعني تتضاعف وتزداد وتفرز التوكسين مالتها AUB حتى تسوي لنا سبرزز للنورمال فلورا فبالتالي تسوي لنا الامراض اللي هو مثل يعني الانتي بايوتيك اسوسييتد دايوريا التوكسينج ميجا كولون همينا تضخم بالكولون. تمام الوراها اكمله أي كملي الوراء. تمام. النقطة ثمانية. Apart from amoxicillin, what other antibiotics are frequent associated with the Clostridium difficile infections? يعني هنا أنا يقول شنو ال Clostridium infections؟ أكو فد antibiotic هم يعني ممكن هم نزيدها مثل عندنا الكلاندامايسين البنسلينيز يعني هو هذني antibiotic ضد يعني البنسلين وهاي. دكتورة بس هذا السؤال شوي يعني ما فاهمته بس ممكن توضحي لي؟ تمام مرحباني؟ يلا ده نتناقش بي اسمي أسألك زينب حتى أعرف تمام. وصلتش الفكرة لو لا يلا عيني. نعم دكتور هو أنا شنو يريد الانتيبايتك اللي هاي البكتيريا الديفيسيلي كلاستريديوم ديفيسيلي تسوي لها ريزيستنت هم ذاكرين أموكسيلين أموكسيلين A ويريد هنا بقية الأنتيبايوتيك احنا هنا ذاكرين كليندامايسين البنسلين كوالينون والسيفالوسبورين. نعم هسه اش صار حتى تفهم السؤال انه شنو يريد الأنتيبايوتيكس ما اوكي الأنتيبايوتيكس الباقية مو بس هسه هو منطيكم أموكسيلين اوكي يريد الأنتيبايوتيكس الباقية اوكي اللي هي تكون frequently associated with clostridium difficile شنو هن ذكرهن عباس ممكن السيفالوسبورينز ممكن الكوينولونز ممكن الكليندامايسين اوكي اكو بعد تضيفون شيء لا دكتور هن بس ذن المذكورات في المحاضرة احنا ما نريد نزيد عليكم
دكتورة جاوب اللي وراه. عباس يلا عيني عباس. دكتورة بس أنا صوتي خاف يعني لا أسوي شيء، يعني خاف يعني يصير يقطع أو شيء. لا لا مسموع واضح صوتك. تمام دكتورة. Clostridium difficile extraitis pathogen effect by producing toxin. What are these toxins and how do they work؟ عندنا هي هاي Clostridium difficile تنتج لي يعني تسوي البروديوسينج لل some of the toxin اللي هنا 2A توكسين A وتوكسين B. توكسين A هو الانتيروتوكسين، هذا يسوي لي زيادة يعني excessive بالفلويد سكريشن، ويحفز لي كذلك الانفلاماتوري ريسبونس يعني يحفز الجهاز المناعي. التوكسين بي هو سايتوتوكسين، هذا يسوي لي ديسربشن للبروتين سينثيسيس يعني يقلل من انتاج البروتين، ويسوي لي ايضا سايتو سكيلتون دامج. هذان اثنين توكسين اي وتوكسين بي. واضح؟ اي عباس واضح. دكتورة تسمعني؟ عباس اني دا اسمعك. على كيفك حتى زملائك هم يستفيدون عيني. هسه احنا قلنا توكسين اي هو شن هو؟ دكتورة هي هاي الكلوستريديوم ديفيسيلاي تنتج لي تو توكسين، توكسين اي توكسين توكسين بي. اوكي إيه توكسين أي هو الانتيروتوكسين، هذا يسوي لي إكسسيف بالفلويد سكريشن يعني، ويسوي لي أيضا استيمولايشن للإنفلاماتوري ريسبونس يعني يحفز هاي الخلايا المناعية. أوكي إيه يحفز الخلايا المناعية الإنفلاماتوري سيلا يحفز لي هاي. التوكسين بي هو السيتوتوكسين، هاي يسوي ديسربت للبروتين سينثيسيس. أوكي بالسيل إيه كذا بعدين. لهذا زين هو مثلا هسه هنسأل زملائك. شكرا عباس. ليش التوكسين بي هو يعني consider as cytotoxin؟ دكتورة ليش يعتبر cytotoxin؟ أجو هو بس العباسات دي يشاركون، الجماعة الباقين ماكو. شنو دكتور اجاو؟ شنو بعد رايكم امتحان؟ دكتور موجودين. اي دكتور عندك دكتور بعد الانفكشن. من هاي يلا عيني يلا ماشي شيرين يلا عيني. نعم دكتور. دكتور لان يعني بالمحاضره مذكور انه هي يمكن تحلل خيوط الاكتين فيعني تخرب الهيكل الخلوي مات الخليه، فيعني معقوله هذا يؤدي انه يعني تموت الخليه فلذلك يعني تكون سايتوتوكسين؟ هو اصلا موجود عندكم بالجواب. اي دكتور disrupts protein synthesis within cells فلهذا تعتبر هي cytotoxin. اي دكتورة. اوكي هو موجود اصلا من اي دكتورة تخبس على الهيكل الخلوي مالت الخلية يعني فهي يسموها cytotoxin. الهيكل الخلوي احسن عشتي. دكتورة كم السؤال بعده؟ شوفوا عيني اوكي. مبدئيا خلينا نتفق يعني انه self study اللي هي point 11 و point 12 هي عليكم لان هنا self study. اوكي خلينا شيرين point 10 شنو انواع الكلوستريديوم؟ دكتورة البرنجس اللي يعني عن طريق الفود بويزنينج يعني الاكل الملوث ممكن يصير لنا هاي العدوى وتسبب يعني اخطر حاله اللي هي غاز غانغريا، والثانية اللي هي تيتينا اللي هي هاي البكتيريا القزاز فهي راح تسبب تيتينيوس اللي هو داء القزاز لوك تشاو. دكتور يعني هو اللي بي داء القزازات في الصورة يعني هيك كله متشنج بحيث حتى هيك حلقة مفتوح هيك يعني متشنج يعني هو فيسبب يسحوله لوك تشاو. دكتورة ثالثة البوتولينيوم اللي هي سبب بوتوليزم. دكتورة هاي بوتوليزم يعني بيها هواية أنواع، نوع من عن طريق الاستنشاق، نوع عن طريق الجي آي تي، فهنا ذلك الثلاثة اللي خذنا بهم. بس هنا ذاكر بالسؤال فقط يعني قلت لكم بالسمول جروب هي إجابة مختصرة ومباشرة. نعم إنه أنواع الكلوستريديا ذكرتها زميلتكم كلوستريديوم بيرفرنجس اللي هي causes gas gangrene والfood poisoning. اوكي والكلوستريديوم بوتلينيوم هاي شنو تسبب؟ بوتليزم. نعم والكلوستريديوم تيتاني سبب داء القزاز اللي هو
تيتناس. لف تشاو. يلا الكيس اللي بعده ماما. كيس 2 اقرا دكتورة. يلا عيني. 70-year-old lady from Leicester, Mrs. Kumar, goes to visit relatives in Mumbai. Whilst she suffers from a myocardial infarction, of which requires hospitalization, including a short stay on the intensive therapy unit. يعني تحتاج ما نسهل الكونديشن تحتاج إنه تبقى بالمستشفى وشورت سيم بوحدة العناية المركزة. أول شيء هي مرأة عمرها 70 سنة مو؟ بعد أي تفاصيل؟ ذكرت عندها مايوكارديال انفراكشن وممكن تحتاج الكونديشن مالتها تحتاج تبقى بالمستشفى وممكن تدخل عناية مركزة. During her stay she develops a pneumonia and she is treated with antibiotics. عندها التهاب رئة وعندها يعني تاخذ antibiotic بهاي الفترة. Once stabilized, she reverted to Leicester Lyon Inflammatory for ongoing treatment. يعني مرة ما استقرت الحالة مالتها من انطاق الانتيبيوتيك رجعت للشسمة Leicester على متاخذ التريتمنت. 3 days after arriving in Leicester, Mrs. Kumar becomes generally unwell and develops a high fever. صارتها high fever ويعني بسرعة ما هي تحس انه هي بخير. سولها investigation including blood cultures, when patient started on a comoxiclav. Comoxiclav هذا واحد يعني نوع من أنواع الانتيبيوتيك. The next day she continues to deteriorate on advice of microbiology consultant is changed to meropenem instead of كومو أموكسيكلاف. يعني غيرت الانتيبيوتكس من كوموكسيكلاف للميروبينيم. A day later the patient deteriorates and dies. دهورت الحالة ما تتفاقمت وماتت. The blood cultures اللي سوال هي results مالتها نوعتها gram negative fruit resistant to all known antibiotics. يعني عندها واحدة من البكتيريا اللي resistant للانتيبيوتكس. The next day, the lady who was in the bed next to her, يعني اللي كانت يمها, صارتها infection من ال condition اللي عند Mrs. Kumar, وهم سولها urine cultures, وهم طلعتها من نفس نوع البكتيريا. مفهوم هاي الكيس؟ يعني أبدي أحل؟ دكتورة. ماما واضحة الكيس؟ واضحة؟ واضحة الحالة مالتها؟ اي واضحه. لا تفهمون على زميلتكم؟ نعم دكتوره. ها يلا بلشي نحلي. The infection diseases team are anxious that the second patient has contracted the multi drug resistant bacteria from Mrs. Kumar. يعني كانوا قلقين انه ليش صارت infection للبيشنت اللي يمها. What steps should have been taken to reduce the chances of this happening? يعني شنو كان المفروض الخطوات اللي يسووها حتى يمنعون انه تنتقل هاي الانفكشن للبيشنت اللي يمها. كان المفروض انه من خلال السيمبتومز مالتها من يعرفوها لازم يسووا لها isolation, يعني لازم يعزلوها ويعزلون الستاف مالتها يعني ويعني هاي البروتكشن لازم وياها من يتعاملون وياها لازم protection من كل النواحي, يلبسون gloves, ماسكات, يعني يحطوها بغرفة وحدها, هم مالت الكلينينج والهايجين. يعني كان المفروض انه لانه يعرفون بها انه هي عندها البكتيريال انفكشن كان المفروض انه يعني يعلون الهايجين حتى يعني يسوون preventing انه تنتقل الانفكشن للبيشنت ثاني. يعني اول سؤال ما بيه فشي ما مفهوم. مفهوم الجواب؟ اي واضح الجواب. اتوقع بسيط السؤال يعني والكل يعرفه مو؟ لو يحتاج نوضح لكم اياه او نعيده؟ لا دكتورة واضح. تمام اللي بعده ماما. Mrs. Kumar had been visiting relatives in India. India is associated with high rates of antibiotic resistance. Why might this be? يعني هاي البلد معروف انه عندها
development بالبكتيريال انفكشن بحيث صارت ريزيستنت للانتيبايوتيك، فيرجعوا شنو السبب. اول واحد البورسنتويشن، يعني الهايجين كلش قليله هناك، لو سوشيال ليفل اند بور نوليدج، يعني ما عندهم عندهم ضعف بالمعلومات، ما عندهم معلومات هواي عن الانتيبايوتكس، فهذا الشيء خلاهم يستخدمون الانتيبايوتك بصوره غير منتظمه. من استخدمه بصوره غير منتظمه صار عندهم، ويعني الفترات طويله لونج تيرم انتيبايوتك قاعد يستخدمون، صار عندهم هاي ريزيستنت ديفلوبمنت اوف ريزيستنت، فيعني كل البكتيريا انفكشن او اغلبيه اللي صار عندهم يكون عندها ريزيستنت للانتيبايوتكس. مفهوم جواب؟ ماما هنا الجواب هو لأنه زيادة، يعني increase rates unregulated antibiotic use، يعني استخدام المعدلات، استخدام زيادة معدلات استخدام antibiotics بشكل غير منتظم. ليش؟ لأنه هو نفس لأن هم عندهم يعني for knowledge of antibiotics، يعني قاعد يستخدموها بصورة غير منتظمة. اي والله هو نفس اللي قلتي، بس يعني حتى زملائك يفهمون. لا هم اكيد فهموا، يعني ما ادري ايش يقولون. يكون بما معنى انه يكون شراء المضادات هنا بدون وصفه راندوملي يعني. أي. اوكي. فهنا احلى السؤال بعده، نظام الصرف السيء، نظام الصرف السيء زين. اوكي اكمل دكتوره. sanitation هنا هو السبب، نظام الصرف السيء بدون وصفة الطبيب. كملي. Okay. Antibiotic resistance is a global concern. يعني هاي ال resistance development مات resistance للبكتيريال infection، فصارت مشكلة عالمية. فشنو المشكلات اللي ممكن تسببها هذا الشيء؟ ال resistance إذا صارت للبكتيريال infection معناته ال illness يعني راح يصير severe، لأنه يعني مهما نعطي antibiotic ما راح تقلل مالت السيمبتومز والشغلات، فيحتاج hospitalization، يعني لازم يبقى البيشنت اللي عنده bacterial infection، البكتيريا مالته تكون عليها resistant للانتيبايوتكس، لازم يبقون بالمستشفى وقت طويل. وهم ممكن يصير البكتيريا infection وهذا الانفكشن الكونديشن مالته ممكن يصير chronic إذا ما استجابت الأي انتيبايوتك. واضح الجواب؟ ممكن يصير mutation؟ شنو الميوتيشن؟ ها لا يعني تقصدين ديفلوبمنت تصير؟ يعني هذا الشيء سوري انت بالثالثة. لا انا احكي على البروبلمز اللي تصير من الديفلوبمنت مالت الريزيستنس. هاني رحت يلا كملي. مفهوم هذا السؤال؟ اروح على بعده؟ مفهوم عيني لو جاوب اللي بعده؟ نعم دكتورة واضح. تمام يلا عباس. In order to become antibiotic resistant, a bacterium need to acquire new genes. يعني إنه هاي صفة الريزيستنس حتى تكتسبها البكتيريا لازم تحصل على جين اللي ينطيها هاي الصفة. What mechanism can this new gene be acquired؟ يعني شنو هاي الميكانيكيات حتى تحصل هذا الجين؟ أولاً transition، يعني الانتقال، ينتقل من البكتيريا الثانية، واحدة حامل الجين واحدة لا. conjunction يعني الاقتران، transduction genetic mutation او تصير طفره بهاي البكتيريا وتنطي وتتغير عندها المعلومات الجينيتك انفورميشن وراح تحصل على هذا الجين. زين هي الجينيتك انفورميشن عباس وين موجوده؟ بالدي ان اي واكو بلازمين، بس اكثر شيء على الدي ان اي. يعني الـ هي طبعا هي المعلومات الوراثيه هي بالدي ان اي 100%، بس اقصد انكودد وين، يعني تتشفر وين؟ يعني شلون قصدك دكتوره؟ يعني تتشفر على شنو حتى تنقل من خليه لخليه؟ ما اعرف، بس اعرف اني شايفه هيك بصير بالبلازميد وينتقل من خلال الشانل للبكتيريا الثانيه. هو ايه ايه هيك بجاوبني على البلازميد. اوكي دكتور. نعم دكتور. زين هسه عيد لنا اياهن شنو هن؟ ترانزيشن والكونجكشن والترانزكشن جينيتيك ميوتيشن. تمام. هنا ممكن احنا قلنا ممكن تصير ميوتيشن. السؤال إلك عباس.
اي دكتورة، البكتيريا اكو يعني اول ما بلشت البكتيريا لا تستجيب لاي انتيبايوتيك، اعتقد بالثمانينات وهيك، بس بعدين صارت ريزيستانس الها، يعني صار بيها ميوتيشن بالجينيتيك انفورميشن وانطتها هذا الجين حتى صار ريزيستانس. اكو مثال إلها؟ عندك مثال إلها؟ الدكتورة هي بس نسيت دقيقة، ستافيلوكوكس اوريس اعتقد هاي المثال، بعد ما اتذكر بعد. مايكوبكتيريوم توبركلوسيس مقاومة تكون ريزيستنس للريفامبيسين، هي هاي من الأمثلة المشهورة يعني. نعم دكتور. أوكي اوكي دكتور. عيني أحد يقرأ لنا كيس 3؟ دقيقة بعد العفو بوينت 5. يلا عباس أنت هم كمل لنا إياها ما دامك على الخط ويانا يعني. نعم دكتورة. Have you heard any drug resistance infection in your group discussion? What you know؟ هنا يقصد انه يعني هم سامع لك drug يعني infection تقاوم الدراج، عندنا هاي اصلا نصا ميثاسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريس ذات مالتي دراج ريزيستنس، انه هاي البكتيريا تقاوم اكثر من دراج مو فقط واحد. بعد شنو من مواصفاتها؟ مواصفاتها دكتورة ستافيلوكوكس اريوس ماما شنو مواصفاتها؟ لا مو هيك شيء، اقصد شنو مثلا هي قلنا تكون عنقودية ذهبية غير حساسة للمتسلين، زين وين موجودة عادة يعني ما نشوفها وين ممكن؟ دكتورة هي موجودة عجل يصحوا لها البكتيريا انتهازية، يعني تنتهز أقرب فرصة من يصير يعني أي إنجري تدخل، يعني دكتور هو الدكتور هيج قال. أي صحيح نعم دكتور. يعني infected surgical wounds ممكن، من ممكن ال infected blood stream، ممكن اللانج، اليورينري تراكت، زين بسبب ال serious skin infection اتسترا، يعني المهم هي موجودة عندكم واسمها الميثسيلين resistant staphylococcus aureus، بيها مشكلة؟ فيها مشكلة عيني لو نتجاوزها نروح على كيس 3؟ لا دكتور ما عندنا شيء. تمام، من يشاركنا بالكيس 3 يقرأ لنا إياه ويوضحه؟ أقرأ دكتورة؟ غير صفا، غير شيرين، شو دكتورة أقرأ؟ طيبة محمود، وين طيبة؟ نعم دكتورة. يلا طيبة. نعم. Last January, an 85-year-old lady present to the LRI with 48 hours history. في كانون الثاني من العام الماضي قدم السيدة تبلغ من العمر 85 سنة. دكتورة شنو معنى هذا المختصر LRI؟ دكتورة طيبة نعم كملي على ما تجي الدكتورة وبعدين اسأليها، بس تعرفي مختصر ال ار اي شنو معناه؟ لا والله ما اعرفه. With 48 اور هذا اور هيستوري، قدمت هيستوري تاريخ مرضي لمده 48 ساعه of the vomiting من التقيؤ on the diarrhea. She agreed to be dehydrated قد تظهر عليها انه اعراض الجفاف and was admitted up
to six patent bay on the ward for IV fluid إنه أدخلوها لست ردهات من أجل إنه تحليلات IV fluid سوائل IV they following three day patient بعد ثلاثة أيام they following three day patient they following تبعوها بنفس اليوم three patient ثلاثة مرضى and one member of the staff أحد الأعضاء اللي يعمل في المستشفى same to develop similar symptoms and the thing only get worse when the day after nine patient appear to have developed gastroenteritis and the five members of the staff call in sick. أكمل الأجوبة لو لم تجي الدكتورة الأسئلة والأجوبة. حلي إذا تريدين تفعلين ما عندها مانع الدكتور. تمام هسه بس خلي نرجع للسؤال الموضح على ما تجيب لك تجي تمام واضح لا تريدي هي اللي عرفنا بأن المريضة عمرها 85 سنة طيبة تمام أنا وياكم نعم دكتورة شنو عندكم شيء يعني قلت أرجع أوضح الكيس بعد ما قريته على ما تجين أوكي سوري أنا عندي شغلات كانت يلا قولي نعم دكتورة اللي عرفنا بأنه المريضة عمرها 85 سنة وقدمت هيستوري لمدة 48 ساعة لاحظنا أنه عندها vomiting تقيؤ وكذلك عندها إسهال وشي أبريد تظهر عليها أيضا أعراض الجفاف نعم وتم إدخالها لست ردهات من أجل أنه يأخذون منها تحاليل الـ IV fluid the following تبعوها بنفس اليوم three patient ثلاثة مرضى and one وأحد الأعضاء يعني اللي يعملون في المستشفى seem to develop this similar symptoms يعني تبعوها بأنه تطور بنفس الأعراض أعراض متشابهة and things only get worse يعني وأن الأمور تزداد سوءا فقط في اليوم التالي الأمور بدأت تزداد سوءا بعد أن after nine patient appear to have a development أهم يعني عندهم تطور بالتهاب الأمعاء بالتهاب المعدة والأمعاء and five members of staffs kill and sick وهم خمسة أعضاء من الموظفين العاملين بالمستشفى هم عندهم أعراض هم مرضى sick okay. نعم دكتورة What is the likely infection agent at work here? يعني العامل المعدي اللي يعمل بهذا النوع من العدوى هو الفيرال انفكشن عدوى فيروسية ريبيد اوت بريك يعني عدوى فيروسية تفشي سريع اوكي اجاوب على السؤال اللي اي طبعا جاوبينا طيبة نعم دكتورة What is the transmission route of his pathogens? دقيقة هسه واحد دقيقة نعم دكتورة هسه البوينت انتو هسه دا تحجون مطلعين كيس 2 احنا بالكيس 3 عيني دكتورة هو هذا لا دكتورة هو هذا ها سوري لانه هنا المفروض يكتب كيس 3 صح اوكي هسه بلشينا طيبة بوينت 1 حلينا اياها وعلى كيف بوينت 1 What is the likely infection agent at work here? يعني عامل العدوى اللي يعمل بهاي الحالة بهذا الكيس هو الفيرال انفكشن عدوى فيروسية هو عدوى فيروسية بس بالتحديد شنو هو هل هي عدوى فيروسية بالأمعاء والمعدة أنا وياك أوكي بس إحنا شنو نسميه أنتي قلتي عدوى فيروسية بالتحديد شنو نسميه
انتوا ماخذين محاضره يعني ماخذين بالمحاضره الفيروسات متطرقين لها؟ دكتورة ما وصلنا يعني صار شلون تأجلت يعني نص المحاضرة دكتور صفاء ما صفاكم فد هنت عنها؟ لا دكتور آخر شيء وصلها تمام. هنا أنا راح يكون نيورو فيروس أوكي نعم دكتورة عن طريق الكونتامينيشن والفيكال أورال أوكي. هنا أنا شنو من العفو من مواصفاته النيرو فيروس يكون small non envelope single strand RNA اوكي نعم دكتورة اجاوب على السؤال اللي بعده هنا أنا طبعا شي يسبب causes الجاسترو انترايتس outbreaks تمام. فهسه شنو هو الإجابة؟ هي النيرو فيروس. عرفنا شنو مواصفاته؟ عرفنا شنو مواصفاته؟ شنو النطيبة مواصفاته؟ شو صراحة ما لحقت يعني أحفظها. إيش قلنا؟ يلا طلاب وياي بعد أنتوا ويا طيبة. إيش قلنا؟ ها؟ small وبعد non enveloped single strand RNA causes gastroenteritis outbreaks عن طريق الفيكال اورال والكونتاكت. هاي طريقة الترانسميشن مالته او الانتقال. وياي نعم دكتور نعم دكتور نعم دكتور تمام عيني. بعد احد يساعد طيبة عيني أكمل دكتورة؟ زينب حميد ما إلها حس زينب. زينب حميد يلا زينب سلام كملينا. نعم دكتورة. سؤال ثاني what is the transmission route of this pathogen عن طريق اللي يعني شلون تنتقل هاي الباثوجين؟ تنتقل عن طريق الايربورن يعني عن طريق الهواء. الدايركت كونتاكت يعني من كونتاكت يعني من يصير اتصال مباشر بين شخص مصاب وشخص ثاني. الفيكال اورا راوت فيكال اورا راوت يعني هاي الفيروسات يعني ممكن انه تنتقل عن طريق الاورا. فيكال اورال نعم ثرو ريسبيراتوري اولسو بعد digestion of contaminated food مو؟ اي نعم دكتورة. يعني او في حال ايضا اذا صار contact with contaminated surface حادثة ترى يعني انتو تعرفون من هذني. بعد الورا اكمل بعده تمام بعد. Recuation should have been considered to avoid this situations developing. يعني يقول شنو هي يعني شلون احنا نقدر ان يعني نتجنب انه develop هذا الفيروس يعني انه يتكاثر او ينتقل. By prevent the patient to patient transmission. هسه احنا قلنا انه هذا ينتقل عن طريق الايربون او عن طريق الدايركت كونتاكت. لذلك احنا يعني حتى نتجنب انه ينتشر اكثر لازم يعني ما يصير اكو فد دايركت كونتاكت. يعني prevent patient to patient transmissions نمنع أنه تنتقل من patient إلى patient ثاني يعني. نعم دكتورة تمام. هو كلامك صحيح. هو بداية أنه يكون acute disease زين بس بنفس الوقت يكون self-limiting زين. نعم دكتورة خطر هذا الفيروس بالكبار السن والأطفال إنه يسبب عندهم dehydration أوكي؟ نعم دكتورة تمام. دكتورة هنا عندنا أكمل دكتورة الجواب. شكرا زينب. هنشوف عبد الصاحب. ها عيني عبد الصاحب موجود؟ عباس حمزة يلا عباس نعم دكتور هاي
what are the complications associated with this infection? دكتور هنا هو عندنا نفس السيمتوم اللي موجودة بالفوق بالكيس اللي هي دايريا ودهايدريشن اند هايبوتنشن، لان هو صار عنده دايريا راح يصفق السوائل، يصير عنده جفاف، وبالتالي راح يصير عنده هايبوتنشن لان يقلل البلود فوليوم. نعم نعم اوكي زين. بعد حل الوراه، يلا الوراه، حللنا الوراه. Using a force module of infection control, consider new force and what measure could help prevent its spread. يعني أريد شنو شلون أسوي أمنع منها أو أقلل من الانتشار مال this infection اللي هو تقريبا كلهن يعني بس بطريقة غير مباشرة. إنه بالنسبة للpatient شنو نسوي له؟ لازم البيشنت يعني اللي يجيني بي انفكشن لازم اخليه بغرفه عزل ايزوليشن وجود هاند واشينج واسيطر على الباثوجين انه من خلال ذن يعني على الباثوجين. هسه صار عندنا البيشنت والباثوجين تمام. ايه واللي والدول الستاف يعني الوركر ياخذون فاكسينيشن يا الله يطبوا له يعني يسوي له اي شيء يعني ذن الشغلات. وكذلك يعني عندنا البليس لازم يكون نظيف يعني لمن التواليت and good hygiene يعني الهاند واشينج وهاي يعني الأشياء. أوكي هسه صار عندنا إحنا أربع أولويات حتى نحد من انتشار المرض بالنسبة للpatient. دكتورة أن الpatient والباثوجين والباراسايت والبليس. لا مو باراسايت، باراسايت معناها طفيلي. العفو البراكتس والبليس البراكتس والبليس البراكتس والبليس تمام. هن ذن الأربعة أتوقع هي محاضرتكم سهلة يعني ما أتوقع أكو شيء بها مو واضح. دكتور بس سؤال عندي واحد استفسار حتى نرجع يعني نعيد أي بارت ما فاهمي أو مثلا فاتكم ما ملحقين عليه حتى نرجع نعيده. دكتور أنا عندي السؤال. يلا. السبور الدكتورة شنو إنه هذا جدار صلب يعني يحيط بالبكتيريا يحميها لو مثل هاي بحثت عنها إنه أبواغ وتنتشر وراح تكون بكتيريا جديدة. هي أبواغ تنتشر سبورات أنتوا حتى بالسادس ما أخذيها. إيه دكتورة أتذكرها. أقصد يعني. شون؟ اي دكتورة اتذكرها بس جيت اتاكد من انت يعني شوي بحثت الصور ما طلعت لي اي شيء. لا السبورات هي ابواغ انت تعرفها يعني هي عبارة عن شنو تقدر هم توضح لي بما انه انت بديت الموضوع. دكتورة والله ما متطرق بالتفاصيل هاي بس ما اللي اعرف انه هاي البكتيريا راح تتكونها من داخل جسمها وراح تنشر هاي راح ترجع تموت تكون بكتيريا جديدة. تمام هي على كل حال هو مو هو طبعا مثل ما قلت لنا ان ابواغ هي يعني ك يعني طرق انتقال بس هو ما مطلوب من عندكم. المطلوب من عندكم انه تعرفوا لي انه الدي ان اي مال بكتيريا راح يحمل طبعا خصائص انكودد وين على البلازميدات راح تنتقل بين خليه واخرى وشن هي طرق الانتقال مثل ما انت ذكرتها يا عباس. اوكي راح اخذ حضوركم اوكي دكتوره واجدون وما تقولوا لي اني ما مسجل اسمي لانه من اخذ بالحاسبه الحضور بعدها اني ما مسؤوله تمام. مو مشكلة يعني اللي مثلا عنده مشكلة بالصوت ما يقدر يتواصل يكتب لي حتى أعرف أضيف اسمه تمام عيني؟ تمام دكتور راح أبلش أخذ حضوركم. أوكي لحد لهنا خلصت محاضرتنا. أتمنى تكونون استفادتوا من عدها.
شكرا لحضوركم، وألتقيكم إن شاء الله بمحاضرة أخرى. مع السلامة. دكتورة. نعم دكتورة، أكو طالب ما قدر يفوت للجروب للبداية، بس هو حاضر بغير جروب، يعني ما أدري مفروض يسجل غياب أو شنو، يعني هو حاضر بغير جروب بس ما قدر يفوت للجروب. زين زين، إذا اسمه موجود مسجلة بغير جروب؟ لا مس يعني شنو مسجلة، قصدش كحضور لو قصدش يعني هو مو أنت دا تقولين حاضر بغير جروب غير اسمه؟ إيه هو قال أنا ما أدري، يعني ما أعرفه أصلاً، بس هو قال إنه أنا ما أقدر أفوت للجروب، أنا راح أحضر بجروب واحد. شنو اسمه؟ سيف علي كاظم أعتقد. إيه سيف علي كاظم. وبعد أكو بنية داخلة هستوها اسمها زينب رحامة، مو هيك شي أكو؟ زينب رحيم. نعم دكتورة. زينب رحيم، أنت موجودة ماما من البداية؟ لا دكتورة هسه دخلت لأن كان مهندي. هسه دخلتي يعني، فش يعني أنتوا ليش تدخلون بس على الحضور؟ ما تستفيدين شيء حتى إذا. لا دكتورة يعني كل الأسئلة دائما أحضرهم وأشارك بهم، بس اليوم النت أصلا طافي. مو بس زينب يعني الكلام للكل، مو مشكلة الحضور والغياب، أنا أقدر أعطيكم درجة كاملة بس حتى. زين دكتورة أقدر هسه. يعني دكتور انا مرات اللي يفوتني يعني اسمعك كتسجيل، لان احنا ننزل تسجيل ما اسمه هو بس اليوم فاتان، بس احنا لعد هو كل يسمع تسجيل زينب، بس يعني المشاركه حتى تستفيدين من افكار زملائك. تمام دكتوره، يعني اسأليني هسه اي سؤال يعني في السمول عادي. بعد احنا خلصنا على المحاضره الاخرى، ان شاء الله ذكريني اسالك ان شاء الله دكتورة. وراح اضيف اسمك همينة ان شاء الله، بس اتمنى عليك انه هاي اخر مره رجاء يعني، لانه إيه دكتور ان شاء الله تساوي بينك وبين زملائك، ما يصير يعني لانه كلهم هم حاضرين بالبدايه. دكتور انا بالعاده اذا ادخل سمول اشارك، يعني دائما مو بس سمول انفكشن اكثر سمولات. تمام اكو شيء بعد عندكم شيء؟ يلا تمام، شكرا لكم، مع السلامه.